صراحة صار لي 10 سنين، 10 سنين ناطر هاي الفرصة، ناطر شيء صدقه. أنا هيدي امبارح صدقتها كتير، رجعتني 10 سنين لورا للألفين وخمسة. تحمست ونزلت اليوم، سمعت خطاب دولة الرئيس تمام سليم، بس بجنن وروعة وكلماته بياخدوا العقل، بس اجا مأخر كتير كتير مأخر. ليش عم ينطرونا لننزل؟ ليه عم ينطرونا لننزل؟ لأنه كانوا فاكرين أو أنه هن بالنسبة لهم ماشيين. برغش نحن برغش، بس بدنا نفوع عليهم، بدنا نعقوصهم لو نحن برغش، بس إذا كنا كذا برغشة وعقوصناهم بيورموا وما يمهلوا وبيفقعوا وبيفلوا. الموضوع زبالة بده ينحل اليوم. 8 و14 اثنين ما فيها حاكمين البلد، كلام يوصل لأكبر واحد فيهم ولأصغر واحد فيهم، اثنين مافيا حاكمين البلد. ان شاء الله يا رب هيدي الشغله اللي عم تصير هلا تستمر، ما يستغلوها لا 8 ولا 14. مين شخصيه بالنسبه لك اللي ممكن تقدر تستلم هيدي الجماهير اللي عم تقدر؟ انا بدي اشخاص مثل دميانوس قطار يا اختي، بدي انسان مثل هالانسان هيدا. بيقولوا لنا قال بدنا واحد قوي، يا اخي ما بدنا واحد قوي، ما القوي عم يجي بيستقوي علينا، ما بدنا واحد قوي، بدنا واحد مثقف ودارس هذا الملف. يا عيني عليك، بدنا شخص رجل مناسب بالمكان المناسب، مش يجي وزير صحة ما بيفهم بالصحة، بيجي وزير اتصالات ما خصو بالاتصالات، بيجي وزير بيئة ما خصو بالبيئة. كلهم بيجوا بيعبوا. في أمل ميشيل، في أمل، في أمل، في حزب الله، في كتائب وفي قوات، في هون الحاكمين هلا. نحن ما بدنا ما بدنا لا أمل ولا أحزاب ولا حدا من أي حزب يكون موجود معنا اليوم، ما بدنا أي خروف يكون تابع لأي تيس، ما بدنا ولا خروف يكون تابع لأي تيس. أنا كتير أنا تحمست، أنا اليوم أنا كان لازم أجي مبارح، ندمت إنه ما جيت مبارح، لأكل بس رصاصة أو رشة مي بس كرمال هالشعب عن جد المغبون، كرمال بيروت بنستاهل رصاصة وأكتر. فنانين الآخرين وممثلين الآخرين نشوفهم كتير على الشاشات، بس ما شفناهم غير بتصور معين الشريف وحياتك. جايين جايين حساسين مثلي، نحن شعب حساس، نحن الفنان يمكن يكون عنده شوي إحساس بحس يعني شوي هيك بالغنية ميشيل. لا 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 يعني. بالغنية طبعا وبالتمثيل بس أنه عنده إحساس، لأنه فنان، فنان بيبقى مرهف أكتر من غيره، بقى منشان هيك رح يتحمسوا أكيد ورح يجوا. شكرا لك ميشيل، مرسي لألكم.